يقول السبع ربي حكم علي بتحكم على السجوع الكاسرين وأبي يا أخواني لسه يا تعلق وشال النفو ضربه على اليمين يفوت الشيخ يقول الله يعينك وطرق الخير يهديك الجليل تموت يا سبع يجي سبع غيرك دلال السبع للأندايرين وأصلي القرمة روحي لبنت بري لتاخد ضربتي وارجع ندين فدار الشور يمك يا دسوقي ابن أبا المجد يا سيد إبراهيم يقول الشيخ أنا مبين كرامي وأنتم بالكرامة شاهدين كنيت أمي وهي لسه بني عليها الحسن كمجانب عظيم تلموا الكل قالوا محضر يا سيد أنت جمالها يا جياب اليسير ضحك وكده ووكي بجمل المحامل وهزلهم كلاحه كان طويل وقال لهم ثلاثة قطط تخافوا من البنية اللي هي غلب تاكل فايتين لكن يا طابع عوز المزع عليكم بحق طرقها وارجع بحيل قالت يا نقيب فسر لي منامي لحسن شفت الحلم أرعبني كتير شفت ان العساوي أتى بلادي ملك من العساكر بجمعين قال لي يا عساوي مين سمي ونامي ده هل في الليل بيجي للنعسانين ادي البنية اهي سمت ونامت راح السيد في زورها طابقين قال السيد قبض من ريح قبضة سبع ترسن من النار والعين ولاخاهم على جسم البنية بين الإبصان وليالك الحرير فقامت البنت مرعوبة تترجم تنادي يا لعزم الصالحين تقول يا نقيب خدني واطلع لبرة تلقى السيد على عتبة مكوعين أنا بقى يا قصصي بقى ستي أم أبويا اللي مربياني فلما ستي توفت كان عندي حوالي من 15 سنة مشيت في الدنيا بقى مشيت ورا المداحين وكان لجدي برضه اللي هو جستي كان مداح بس هو اللي علمني القصه بتاعت بنت بري دي وسعد اليتيم وقامص النبي وكل القصايد اللي حافظها لي والفن بقى البلد اللي هو موال البلد دي اتعلمتها برضه موال كتير قوي 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 دخلت الجيش خدمت 3 سنين و3 اشهر و3 ايام طلعت 1/6/59 طلبوني رديف في اخر السنه لاني كنت سواق وتاني سنة طلبوني رديف وتالت سنة طلبوني رديف قعدوا يطلبوني رديف للمال ل67 نكسب 67 ما خلصت بيه الا ب67 طلعت بقى اتجوزت الست اللي هي اللي معايا ده اهي تبالك ونزلنا البحر بقى جبت قارب وجبت غزل ورجعت لصنعة الإله الأساسية بتاع اللي أبويا علمها لي يعني فمشيت فيها لما لغاية سنة 2000 وأنا بشتغل في البحر في الصيادة أما نزلت البحر قعدت أكتر من 35 سنة وقلت لهم أني خلاص نسيت الكلام ده قعدت أذاكر فيه لغاية ما افتكرته تاني يعني شوف 35 سنة وحافظ كل التراث ده كليته معايا وعن عرب كان جودي هم طير بيجري هو تناهم مسكي ولا تبري غالي هو تناهم مشكي ولا تبري ديمك وكل ما يقدم يظن وضر وقيمك وضر ودور على الأساسات القديمة تلتقيهم في الغراب الجسمي